فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول هل يجوز لأخ عندنا أن يتقدم للحصول على وظيفة الخطابة للجمعة، خاصة وأن بلدنا يشكو من نقص في الخطباء، أم أن تقدمه ذلك يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمامة؟ لا، ما يدخل. إذا كان لائقا للإمامة وهم محتاجون لذلك يجب عليه تقدم. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا رأيت أن الشيء بيضيع من أمور الدين وأنت عندك علم وعندك مقدرة على القيام به، يجب عليك أن تتقدم محافظة على هذا الواجب. نعم.